الرقم الوطني بهولندا المعروف بسوفي نمبر او البي اس نمبر. مرحبا اصدقائي، سعد اوقاتكم يا رب. شلونكم؟ شو الاخبار؟ انا اول شيء بتشكر كل شخص جديد بقناتي وعم يشترك وعم يدعمنا، واكيد اهلا وسهلا فيه. بهمني كمان اعرف رايكم بالفيديوهات اللي عم ننزلها، بالمعلومات والنصائح. كمان بهمني اعرف كل هالتفاصيل لحتى نحن نقدر نقدم الأحسن إن شاء الله. أصدقائي، أول شيء البي اس نمبر هو المعروف بالرقم الوطني بهولندا، هذا كل الناس لازم تحصل عليه بعد 6 شهور من وجوده بهولندا. طبعا أنت ما لسه حصلت على الإقامة، لسه يعني إجت 6 شهور ولسه ما أخذت الإقامة، هذا من حقك تطلب بي اس نمبر رقم وطني. بتروح اذا كنت بالكامب بتروح على الكوا بتقول لهم انه انا صار لي 6 شهور بدي تعملوا لي موعد لحتى اخذ السوفي نمبر. هذا السوفي نمبر اجباري لازم تاخذوه، لانه كل شيء يتعلق بالرقم الوطني بالبي اس نمبر. بدك تساوي شهاده سواقه بدك السوفي نمبر، رح يطلبوا منك. بدك تعمل موعد دكتور بدهم يطلبوا منك. بدك تسوي كرت حساب بنك بدهم يطلبوا منك. اجباري البي اس نمبر لازم يكون معك طبعا من بعد 6 شهور. طب اوكي، لنفرض انت اخذت اقامه بشهرين ونص، بثلاثة، بشهر ونص، 4 شهور، المهم قبل 6 شهور انت حصلت على الاقامه، مضطر او رح تضطر تستنى 6 شهور لتحصل على البي اس نمبر، على الرقم الوطني؟ لا، بكل بساطة إذا نفرض على 3 شهور أخذت الإقامة، بتروح القوة بتقول له أنا معي الإقامة بدي البي اس نمبر. القوة بتعجل لك بالموضوع، بتعمل لك موعد بأسرع وقت لحتى تاخذ البي اس نمبر، لأنه بلا إقامة يعني استفاد شو استفاد؟ أخذت الإقامة وما معك بي اس نمبر. كل شيء بيتعلق بالبي اس نمبر، بالرقم الوطني أصدقائي. أوكي، إذا استفدتوا من هالفيديو شيروا لايكات لغيرك يستفيد. يسعد اوقاتكم اصدقائي، وباي باي.